قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نروح للامي حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار المرور. صباح الخير عليك يا لامي. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير عليك صباح الخير يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بس حابه اطمنك ان شوارع القاهره النهارده فيها سيوله كبيره. طيب عظيم، الحمد لله. اتفضلي. مرحب بكم مشاهدينا وصباح الخير عليكم. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بس بسيطة مش بتأثر على معدل الحركة المرورية على الطريق لحد منطقة رمسيس، بعد كده بيكمل في سيولة مرورية لحد كمان نزلة غمرة، بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس هو الوحيد اللي بيشهد كثافات مرورية برضو بسيطة وغير مؤثرة على امتداد الشارع، بيكمل معنا السيولة المرورية لحد طريق النصر. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة كمان مرورية لكنها نسبية بتقل شوية للي قادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق وده بسبب أعمال إنشائية هناك. ناخد بالنا كمان أن الإدارة العامة للمرور أعلنت إغلاق كلي لبعض المطالع ومنازل كباري 15 مايو وأحمد عرابي لمدة شهرين، وده ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، ووسط انتشار طبعا الخدمات المرورية لمتابعة حركة سير السيارات وتنظيمها، وكمان في إجراءات لبعض التحويلات المرورية وعمل بعض المحاور البديلة. نكمل معانا ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم اللي هو بيشهد كثافات مرورية بسبب طبعا غلق الشارع في الاتجاهين على مسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وهنفضل مع الكثافات اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. أما محور 26 يوليو هنلاقي عليه كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، وفي الاتجاه الآخر بقى هو اللي بنلاقي عليه سيولة مرورية كبيرة للي قادم من كوبري 15 مايو ومكمل لميدان لبنان وطالع على كوبري أو طالع لمدينة 6 أكتوبر. بس كمان ننوه أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق السطحي المؤدي لشارع السودان والمحاور لكوبري أحمد عرابي كمان كلها، وده لمدة 10 أيام من الصباح، يعني من صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، وده علشان تركيب القمر الخرساني لمحور أحمد عرابي الجديد، وده بيكون من 10 بالليل لحد 5 الصبح. محور صفت، نروح لمحور صفت هنلاقي عليه كثافات مرورية قبل إشارة جامعة القاهرة، والكثافات بتزيد طبعا مع مواعيد دخول الطلبة والموظفين هناك. لو رحنا لمحافظة اسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة اللي موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن لو رحنا الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية إنما نسبية. نكمل جولتنا ونروح مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع كمان فيها سيولة مرورية. هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها بعض الكثافات المرورية، وكمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطرق أو الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، في برضو بعض الكثافات المرورية. ودي كانت جولتنا المرورية، ونرجع تاني لشاذلي وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لامي.